أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك لكم أحبتي أعزائي مولد شباب أهل البيت باب المراد أبي جعفر الثاني إمامنا محمد ابن علي ابن موسى الجواد، وندعو الله سبحانه وتعالى بحقه وبحق آبائه وأبنائه أن يفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، وأن يجعل جميع أيامنا وأيامكم أفراحا ومسرات ببركته سلام الله عليه وببركة آبائه وأبنائه، وبالخصوص إمامنا القائم الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف. نتحدث وإياكم حول أمر يدور دائما كلما دار الحديث حول الإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام الشباب، إمام الشباب، هذا الرجل الذي في مدة زمنية بسيطة قد يكون أكثر الموجودين في هذا المحل الشريف قد تجاوزها، استطاع أن يغير ويبدل ويضيف إلى مسيرة أهل البيت عليهم السلام بعدا آخر، لذلك استحق أن يكون إمام الشباب، ويستحق أيضا أن يكون للشباب حضور أكثر وأعظم في ليلة ميلاده هذه الليلة الشريفة. الإمام الجواد قدوة الشباب، هذا هو العنوان الذي تفضل به الأحبة والذي سوف يدور حوله حديثنا إن شاء الله. قبل أن أتكلم في مظاهر القدوة، مظاهر شخصية الإمام الجواد عليه السلام، أتكلم إياكم عن مظاهر صناعة هذه القدوة. طبعا دائما ما أحب أن يكون أن تكون ذكرى مواليد أهل البيت عليهم السلام وذكرى وفياتهم محلات وأماكن لأخذ الدروس والعبر، وإذا ما كانت بهذه الطريقة فالتجمع في مكان واحد وسماع الأهازيج والأشعار وذكر المدائح وأخذ البركة والذهاب للبيت لا نستطيع أن نقول عنه أنه إحياء. الإحياء هو ليس بالاحتفال بالذكرى، بذكرى المولد أو بذكرى الوفاة، لا، نحن لا نحيي شخصا لأنه شخص، إنما نحيي هذا الشخص لأن فيه اكتملت جميع الكمالات واكتملت فيه جميع الصفات التي نراها هي الأفضل
والتي نراها هي الأحسن والتي نراها هي التي يجب أن نكون عليها. أما إذا ما كان بهذه الطريقة فإحنا قاعدين نحيي ذكرى شخص نخاف والعياذ بالله إن شاء الله بعيدين إحنا كل البعد عن هذا أن يتبرأ منا يوم القيامة. نخاف أن الإمام الجواد يجي يوم القيامة ونقول إليه إحنا يا سيدي ومولاي كنا ضيوفا على مائدتك في ليلة من الليالي، وسوف يقول ماذا تعلمتم من ضيافتي؟ بنقول لا، أخذنا البركة مالتك واشبعنا بطوننا وشنفنا أسماعنا وسمعنا بعض المدائح ورحنا البيت. بيقول لكم وين حضوري أنا؟ وين حضوري؟ وين حضور الإمام الجواد في حياتنا؟ أكثر حضور للأئمة عليهم السلام هو حضور أمير المؤمنين والإمام الحسين في حياتنا، أكثر حضور. هما أمير المؤمنين والإمام الحسين لو كان حضورهم مستفاد منا استفادة كبيرة لكفى، ولكن لم تكن حتى من حضور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام في حياتنا استفادة كلية. لذلك اللي أطلب أنا واللي راح أتكلم في هذه الليلة هو مو مجرد كلام الأخوان يسمعونه ويروحون البيت وتنتهي القضية، لا. وطبعا مو باعتبار أن أنا العنوان عن الشباب فهذا الكلام موجه للشباب فقط، لا. أنا ما أذكر في يوم من الأيام أنا كنت أحاضر عنكم هني وأعتقد أن خليت تعريف للشباب، إذا قلته والأخوة يذكرونه ممتاز، أما إذا ما قلته أو الأخوة ما يذكرونه أذكر الأحبة به. تعريفي أنا للشباب هو قدرتك على الحركة، مو مهم لون لحيتك أي لون، مو مهم لون شعرك أي لون، مو مهم عندك كم ولد، مو مهم عندك كم حفيد، أنت تقدر تتحرك أنت شباب، أنت تقدر تفهم وتطبق أنت شباب. فإذا هذه القدوة الإمام اللي راح نتكلم عنه كقدوة هو مو قدوة فقط للشباب بالمعنى الأخص لهم هؤلاء اللي من هاي السن إلى هذا السن، لا، إنما هو قدوة للشباب بالمعنى الأعم، كل من ينطبق عليه تعريف الشباب اللي ذكرناه ما دام هو فيه المقدرة على الحركة فهو شباب، والكلام هذا متوجه إليه. اتفقنا على هذا الكلام؟ متفقين أيها الأحبة؟ ممتاز. يعني أي واحد منكم هو من ضمن فئة الشباب. أحسن. هذا الإمام القدوة لم يكن يكون بهذه المرتبة العالية لو لم يكن أبوه أبوه الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن الإمام الجواد بهذا المستوى العالي بهذا المستوى الراقي من السمات والصفات بحيث أنه يوصل إلى مرحلة القدوة والمثال لو لم يكن أبوه الإمام علي بن موسى الرضا قد رباه بصورة تجعله أن يكون قدوة. وهذا الخطاب اللي أنبئ وجهه إلى الآباء في هذه الليلة. عندي كثير من الشواهد اللي تقول لنا شلون الإمام الرضا كان يربي ابنه الإمام الجواد مع أنه ما عاش وياه فترة طويلة. كلنا يعلم الإمام الجواد عليه السلام استلم مقاليد الإمامة وهو ابن كم سنة؟ كم؟ 8 سنوات. عاش مع أبيه من هذه 8 سنوات يمكن 6 سنوات، يمكن 6 سنوات، لأن المأمون لما أشخص الإمام الرضا
لم يأخذ الإمام الرضا معه ابنه الإمام الجواد، وإنما تركه في المدينة وذهب إلى مرو وخراسان وتوفي هناك واستشهد هناك. زين، مع أنه ما عاش إلا 6 سنوات مع أبوه الإمام الجواد، ما عاش ويا الإمام الرضا إلا 6 سنوات، إلا أنه حصل على تعاليم كبيرة وكثيرة أهلت الإمام الجواد إلى أن يكون الإمام القدوة للشباب. من ضمنها احنا نشوف الإمام الرضا شلون يبين اهتمامه وتقديره إلى ابنه الإمام الجواد منذ أن كان صغيرا. الإمام رضا يربي ابنه أو أنه يبين ويوضح مقدار اهتمامه بابنه منذ طفولته، منذ يوم ولادته، من أول ليلة من ليالي ولادته. هذه الليلة، مثل هذه الليلة عندما ولد الإمام الجواد في ذلك الزمن، الإمام الرضا شنو سوى؟ قعد ويا ابنه الإمام الجواد من الليل إلى الصبح، وكان يناغيه، مثل ما تعبر الرواية، وكان طول ليلته يناغيه في مهده، يلاعبه في مهده. كل هذا ينبي يوضح وينبي يشبع حاجة الاهتمام وحاجة المكان عند ابنه. هذا ابني، هذا صلبي، هذا لحمي ودمي. طول تلك الليلة الإمام الرضا بقى مع ابنه يناغيه، ما تركه، ما خلاه، ما أغفل أن يعطيه الاهتمام والتقدير. ممكن أن واحد يجي يقول الإمام الرضا ما عنده إلا هذا الابن، فطبيعي واحد جاي لنا ابن وهذا الابن مو أي ابن، فطبيعي أن الواحد يفرح بهي الطريقة ويقعد إياه من الليل للصبح. خلنا نشوف مظهر آخر من مظاهر الاهتمام الذي كان يوليه الإمام الرضا إلى ابنه الإمام الجواد. روي عن علي بن صابات وعباد بن اسماعيل قال: كنا عند الرضا عليه السلام بمنى، إذ جيء بأبي جعفر. ولما يقولون إذ جيء يعني موه جبروحة، يعني قد يكون صغير فجابه واحد وياه. إذ جيء بأبي جعفر عليه السلام، قلنا: هذا المولود المبارك. يعني شنو هو؟ جابوه إليه في منى، لما يجون يسألونه الظاهر إن جابوه في مهده، جابوه في قماطه. فهذين الاثنين هم يسألون الإمام الرضا، يقولون له: هذا المولود المبارك، هذا هو المولود المبارك، هذا ابنك اللي جابوه إليك. فيرد الإمام الرضا قال: نعم، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم منه بركة. قاعد الإمام الرضا عليه السلام يقول: هذا ولدي الذي لم يولد في الإسلام أعظم منه بركة. قاعد يعبر ويوضح مكانة هذا المولود الكبير. تعالوا احنا لحياتنا، لما احنا يجي لنا أولادنا، كان صغير أو كان كبير، هل احنا في هذا المستوى من إشباع حاجة الاهتمام عند أولادنا؟ يعني هل أنا أشبع حاجة الاهتمام عند ابني بهذه الصورة مثل ما الإمام الرضا يشبع حاجة الاهتمام عند ابنه الجواد؟ هل أغذي ابني بهذه الحاجة بحيث أن يصير ابني هذا من نعومة أظافره بالمستوى العالي جداً؟ الإمام الرضا قد يكون، وإحنا مؤمنين كلنا أن الإمام الرضا يعلم الغيب ويعلمون متى حتفهم ومتى منيتهم، صح؟ الإمام الرضا يدري أنه عقب 8 سنوات راح أقتل على يد المأمون في هذا المكان وإلى آخره، عدل؟ ويدري أنه هذا الإبن بعد 8 سنوات راح يصير يتيم. مش معنى جاي الإمام الرضا قاعد
يوضح مكانته، مو بس عشان يقول للشيعة ترى هذا الإمام من بعدي، مثل ما دائما احنا نفكر انه بس كذي ينبي يوضح ان هذا الإمام من بعدي. لا، مو بس هي، لا، الإمام الرضا عليه السلام ينبي يوضح إليكم أيها الآباء فكرة اشبع حاجة الاهتمام عند ابنك. الإمام الرضا عليه السلام لما كان في خراسان كان يراسل ابنه، كان يراسل ابنه، يراسل ابنه الإمام الجواد أبو 6 سنوات، يطرش له رسائل. ممكن تطرش رسائل الحين أزيد سرعة من ذاك الوقت. إنزين يا إمامنا يا أبا محمد الجواد، يا أبا يا إمامنا يا علي بن موسى الرضا، شلون كنت تكتب إلى الإمام الرضا، إلى الإمام الجواد؟ كان يبتدي الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا أبا جعفر. كم عمرك بابا؟ 10 سنوات. يعني الإمام الجواد، الإمام الرضا عليه السلام يوم كان يطرش رسالة إلى ابنه كان أصغر من هذا الطفل اللي قدامي، ويقول إليه السلام عليك يا أبا جعفر. إنزين هي الرسالة منه بيشوفها غير الإمام الجواد عليه السلام؟ من بيشوفها غيره؟ لكن ينبي يقول إليه أبو جعفر أنا أحبك، يكنيه، يكني ابنه وهو بعيد عنه. أنت لو بتنادي ابنك اللي هو قريب عندك داخل في البيت وش بتقول إليه؟ شلون بتناديه؟ هذا أحسن شيء باسمه، أقول له أحسن شيء اسمه، هذا بعد أنت متفضل عليه، أكون أقول له اسمه له وش بعد تبوه من عندي. أقول إمام الرضا يقول لابنه أبو جعفر هو عمره 6 سنوات. إحنا نبي نتعلم من هذه درس، تنبون أولادكم يصيرون عظماء؟ في واحد من أهلي من الآباء ما ينبي يصير ابنه من العظماء؟ تبون أبنائكم يصيرون من العظماء؟ لا تستخسر في ابنك اللي هو أحب واحد إليك إلى قلبك في من هذا العالم، أنك أنت تكنيه وتقول إليه كلمتين حليوين. أنا أجود الآب وأقول إليه أنت تحب ابنك أو ما تحبه؟ قال أحبه. متى آخر مرة خبرته أنك أنت تحبه؟ وهو يدري أن أنا أحبه. زين هو يدري أن أنت تحبه، بس متى ما قلت له أنك أنت تحبه؟ في عندنا يعني كأن هذا منا من عندي، إذا أنا قلت إلى ابني إن أنا أحبك أو إن أنا قلت له كلمتين حليوين أو ناديته بأحب الأسماء إليه، إلا مو عاجبنه. إذا مو عاجبنك هذا الكلام هذا مو كلامي أنا، إذا مو عاجبنك هذا كلام الإمام الرضا، يعني الإمام الرضا مو عاجبنك، هذا كلامي أنا. أنا قاعد أنقل لكم روايات، يكاتب ولده ويقول له السلام عليك يا أبا جعفر. أنا ليش أتعب روحي؟ ها من وين جايبين هذا يقول لنا نسوي كذا لأولادنا؟ هذا فكرنا الوسخ، هذا الفكر اللي ما يبي يتبدل. أنا يسمونه جايبنا لازم هو يقول لي كذا، لازم هو يسوي كذا. زين أنت بعد عبر، أنت ما تبي ولدك يصير من العظماء. كان يمدح الإمام الرضا دائما ما يمدح ابنه أمام الناس، يعبر الرضا عن ابنه قدام الناس الصادق الصابر الفاضل قرة عين المؤمنين وغيظ الكافرين. يتكلم عن ابنه، يتكلم عن ابنه قدام الناس. مثلا هذا يكاتبه أبا جعفر وصي وخليفتي من أهلي من بعدي، في أهلي من بعدي. واحد من الرواة يقول سمعت الرضا ذكر شيئا فقال ما حاجتكم إلى ذلك؟ ذلك أبا جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكاني.
وأبو جعفر عمره 6 سنوات. امدح ابنك أمام الناس، قول هذا ابني فلان قارئ للقرآن، قول هذا ابني فلان متفوق في دراسته، قول هذا ابني فلان يلعب كورة تمام، قول هذا ابني فلان. امدح ابنك أمام الآخرين، هذا ابنك، هذا يحمل اسمك. إذا أنت طيحت بحظه مثل ما نقول إحنا، أنت مو قاعد يسمونه تمدح روحك، يصير الرجل رجل في فكرنا، يصير الرجل رجل والأب أب إذا أهان ابنه أمام الآخرين، إذا طيح يسمون أهان ابنه وطيح بكل أمانيه أمام الآخرين، إذا ضحك على ابنه وخلى الآخرين يضحكون عليه. هذا قمة الرجولة. أنا قاعد أربيه، أنا قاعد أقدمه إلى الحياة، الحياة مي الحياة السهلة اللي أنتم تصورونها، أنا قاعد أربيه إلى هذه الحياة. هذه الحياة اللي أنت بتربي ابنك إليها، أنت قاعد تطلع إلينا إلى الحياة واحد معقد نفسيا. ومن هو سبب هذه العقدة؟ أنت للأسف. هذا الإمام الرضا يتكلم عن ابنه بهي الطريقة الحليوة الجميلة، أبو جعفر وصي، أبو جعفر أجلسه مجلسي، أبو جعفر الفاضل الصادق الصابر. امدح ابنك أمام الآخرين، امدح ابنك أمام الآخرين. لاحظوا كيف كان يربي الإمام الرضا ابنه الإمام الجواد عليه السلام على الكرم والسخاء. هذه طريقة التربية. يقول له يا أبا جعفر، هذا كتاب مطرشنا إليه، يا أبا جعفر أسألك بحقي عليك، مو غصبا عليك، مو اللي بقوله بسوي غصبا عليك ورجولك فوق راسك، أسألك بحقي عليك، أنا أقسم عليك أنت شقد تحبني، أسألك بحقي عليك، لا يكون مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، ادخل من الباب الكبير لأن أنت إنسان كبير. إنزين، وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة، ثم لا يسألك أحد إلا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطيه أقل من 50 دينارا. إذا أي واحد جاء من بني عمومتك من أقربائك أعطه، لا تعطه أقل من 50 دينارا، ولا والكثير إليك. ومن سألك من عماتك فلا تعطيها أقل من 25 دينارا، النصف اللي تعطيه للرجال، النساء تعطيهم النصف اللي تعطيه للرجال، والكثير إليك. إني أريد، اسمعوا، إني أريد أن يرفعك الله. أنا قاعد أطلب من عندك هذا الطلب وأقول لك سو هذا الأمر، سير سخي بين الناس. إذا جاك أحد من أولاد عمومتك أعطى هذا المبلغ، 50 دينار مبلغ كبير ذاك الوقت، 50 دينار ذهب مبلغ كبير في ذلك الوقت، ممكن أن يهو يشتري دارا مثل ما كتب المصنف، أنه ممكن أن هذا المبلغ يشتري به دار، ثمن بيت ممكن، إحنا هذا مو موجود عندنا، لكن في النهاية هذا يربي ابنه على السخاء والكرم. لا تقول له ما عندي وخل عندك، ما حد بيفيدك، ما حد بيسوي كذا، لا تعور راسك وياهم، أهم شيء أنت، أهم شيء اللي في، لا، قاعد يعمى على أنه يكون رفيع الدرجة. إني أريد أن يرفعك الله، فأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقتارا. ادفع المال من عند الله، العطاء من عند الله، المال مال الله، وأنتم مستخلفين على هذا المال، مو مالكم. كل المطلوب، تعال ربوا أولادكم على هذه مثل هذه القيم الرفيعة، أعطه اهتمام اللي هو يحتاجه، أعطه الاهتمام اللي هو يحتاجه. ولدك في حضنك من نعومة أظفاره، أنت إذا تخليت عن مسؤولية تربيته وأوكلت هاي المسؤولية إلى التلفزيون،
إلى الإنترنت، إلى أصحاب السوء، إلى الشارع، إلى الآخرين. أنت المسؤول، أنت تخليت عن هاي المسؤولية وعطيتها للآخرين. بعدين لا تقول ما يسمعون الكلام أولاد آخر الزمن، الإنترنت خربهم. لا، لا تقول هذا الكلام، أنت تخليت عن مسؤولية التربية. لكن خلك أنت المسؤول، ومسؤولية حقيقية أعطيه الاهتمام اللي هو يحتاجه، وأشبع مكان المكان اللي هو يحتاجها، وامدحه أمام الآخرين، وعبر عن حبك إليه، وازرع فيه القيم الراقية والعالية. شلون بيطلع؟ إني أرجو أن يرفعك الله. هذا الابن راح يصير قرة لعيونك، راح تكون أنت المربي المثالي. هذا بهي الطريقة الإمام الرضا، هي نماذج من الطريقة اللي الإمام رضا ربى ابنه عليها، مع أنه ما عاش من وياه إلا 8 سنوات. عليكم السلام. تعالوا إلى حياة الإمام الرضا بشكل سريع. الإمام الرضا عاش الإمام الجواد عليه السلام عاش فين؟ أشخصه المأمون بعد أن قتل ابن أبوه الإمام الرضا، بعد أن قتل أشخصه، جابه من المدينة إلى بغداد عشان يصير تحت عيونه، وأجلسه في بيت قريب إلى قصره، وخلع عليه الهدايا، وأعطاه الخلع والأموال وإلخ إلخ. تعالوا نشوف هذا من المأمون. هذا المأمون كان يعيش حياة فاسدة بكل معنى الكلمة، مال ملك. والفترة اللي جاء فيها المأمون فترة ذهبية في الدولة العباسية، كان يملكون. يسمون أبوه هارون الرشيد، كان يقول إلى السحابة شنو؟ أينما تمطري يأتيني خرجك. أنتين وين بتروحين؟ كل مكان بتروحين إلى بتمطرين فيه بينبت زرع، بيجي الخرج مال ذيك المنطقة ملكي. حتى أن أحد وزراء المأمون مات وفي رصيده 80 مليون دينار. جاءوا للمأمون وقالوا إليه ترى هذا مات وفي رصيده هلقد. قالوا إيه؟ قال لهم إيه، هذا جزاء من يصلنا، جزاء من كان خادم إلينا، فليهنأ بها أولاده. إذا هو هذا وزير الوزراء 80 مليون عنده، هو كرئيس دولة كم عنده؟ هذا المأمون قرب أبي إسحاق الموصلي، شوف مظاهر الفساد اللي كان يعيشها. وهذا رئيس المغنيين، كان يقول المأمون عن هذا كان لا يغني أبدا إلا وتذهب عني وساوس الشيطان. المأمون يقول إن هذا من يغني وساوس الشيطان تروح عني. احنا نضحك، لا، شلون الغناء المحرم يودي هو الشيطان اللي يغني؟ لكن احنا نعيش مثل هالفكر، الموسيقى الفلانية تهدئني يا شباب، الموسيقى الفلانية تهدئني، تخليني مرتاح، تقربني إلى الله سبحانه وتعالى. قد تكون هاي الموسيقى من النوع المحرم، فشلون الحرام يتقرب به إلى الله، سيتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر فساد. كان مولعا بالشطرنج، كان في عيد النصارى يجمع الجواري 20 جارية قدامه، كلهم يلبسون أحسن اللباس، يرقصون إليه من الليل إلى الفجر. هذا المأمون كان يسرف في كل شيء. أحدهم يقول أنا عزمني المأمون، فلما جلست على مائدة طعامه لقيت أن فيها أكثر من 300 نوع. شنو بيأكل؟ شنو بيخلي؟ احنا نقول الله يلعن المأمون لأنه كذي ظالم مسرف. هذا الجو العام اللي كان يعيشه المأمون. الإمام الجواد زوج ابنة المأمون، وكان قريب واجد من هذا الجو. احنا نسأل سؤال، تأثر الإمام الجواد بهذا الجو؟ هل تأثر بالجو الفاسد اللي كان يعيشه وكان قريب منه؟
أثر. يا أحبتي يا شباب، احنا ما نقول ان احنا نعيش في الدولة الأفلوطينية، ما قاعدين نقول احنا نعيش في دولة أمير المؤمنين عليه السلام، لكن أنا خلونا نختبر قوتنا. الشباب أبرز صفاتهم أنهم أقوياء، صح؟ عندهم قوة. من هو الشاب اللي تغلبه نظرة يحتاجها إلى بنت؟ من هو الشباب اللي تغلبه نزوة من النزوات؟ من أنتم؟ مو أقوياء؟ تغلبني نظرة؟ أنا قوي. يغلبني جو فاسد؟ يغلبني أمر معين؟ تغلبني صورة في الإنترنت؟ فيديو في مكان من الأماكن؟ وين القوة اللي تتكلمون عليها؟ عجل، هذا الإمام قدوتكم الذي كان شابا وكانت كل الدنيا ممكن أنه يصير في إيده، دنية المأمون كانت ممكن أنه يصير في إيده، لكن هذا الفساد اللي كان يعيشه الجو، هذا الجو الفاسد ما أثر عليه. شنو كان الإمام الجواد يسوي؟ كان ينشر ويواجه هذا كله بنشر العلم والتعلم. هو شباب قدكم أو مو قدكم، أصغر منكم، لكن ما أغرته دنيا المأمون وما أغرته ما أغره الجو الفاسد، وكان يقدر عليه. أنتون الأقوياء شلون تغركم هاي المفاسد الموجودة في كل مكان؟ شلون تغركم؟ أنتون أقوى من ذلك، وأقواكم كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من قوي على نفسه. أقواكم من قوي على نفسه. أخير شيء، أكثر مظهر من مظاهر حياة الإمام الجواد أنه تزوج وهو في عمر صغير، صح؟ أنتم مو جاي؟ الإمام الجواد عليه السلام تزوج، أكثر مظهر من مظاهر حياته أنه تزوج في عمر صغير. تزوج أم الفضل بنت الإمام، استغفر الله، بنت المأمون في عمر صغير، خلنا نقول يسمونه 10 سنوات إلى 15 سنة في هذا السن. ومن هني أنا أقدم دعوة. الشباب يأثر فيهم شيئين: الحب والجنس. أكثر بابين هذين البابين اللي تظهر تطلع يدخل منهم كل المفاسد إلى حياة الشاب. إحنا إذا أشبعنا هذين البابين هذا الشاب راح يعيش حياة مرتاحة. إنزين، في جانب الحب، أنا جيت يوم من الأيام عنكم هني وتكلمت عن الحب واجد، اللي حضروا استأنسوا، فما راح أعيد الكلام الحب مرة ثانية، مع أنه كلام حلو وخلي الجو وردي وكل الناس يستأنسون يبتسمون، وحياة الحب حياة جميلة، لكن هذا الجانب يحتاج إلى إشباع. وأول دعوة ندعوها أنه اشبعوا أيها الآباء، اشبعوا حاجة الحب عند أبنائكم داخل البيت، ما بيحتاجون للحب خارج البيت. الجانب الثاني هو الجانب جانب الجنس. احنا نعرف ان الاسلام ما خلى الا طريق واحد لاشباع هذه الحاجة، وهو الزواج. ماكو طريق ثاني لاشباع هذه الحاجة، ومو من المنطقي ان هذا الحاجة الهائلة والكبيرة جدا يكون طريق اشباعها بس واحد ويكون صعب، صح؟ يعني الإسلام يدري أن هذه الحاجة كبيرة عندنا، طاقة هائلة كبيرة جدا 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 تخلي الواحد مشغول التفكير دائما، خصوصا مع وجود المغريات والمؤثرات وإلى آخره.
هذه الحاجة مو من المنطقي أنه يخلي لها بس طريق واحد إلى إشباعها وهو الزواج ويخلي هذا الطريق صعب، صح؟ مو من المنطقي. لذلك كثير من الروايات، كثير من ما يدعو إليه الإسلام هو تسهيل هذا الطريق الذي يشبع هذه الحاجة، يعني تسهيل أمر الزواج، تسهيل الأمر الزواج بشتى الطرق، بشتى الطرق، بكل طريقة ممكن أنه نسهل أمر الزواج الإسلام يدعو إليها، بحيث أنه في مرة من المرات تقف أحدى النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول له: يا رسول الله زوجني. فيقول لها: اجلسي. ثم يلتفت إلى الرجال ويقول: من لهذه المرأة؟ من هو يتزوجها؟ قام واحد فقال له رسول الله صلى الله عليه: ماذا عندك من الصداق لها؟ شنو عندك من مال صداق مهر تدفع إليها؟ قال: أنا ما عندي شيء، ما أقدر أدفع إليها شيء. قال له: اجلس. قامت المرأة مرة ثانية قالت له: زوجني. قام هذا الرجال مرة ثانية قال: أنا بتزوجها. الرسول قال إليه: هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال: نعم أحفظ، قل هو الله أحد. قال: إذن زوجت فلان من فلان على أن يعلمها قل هو الله أحد. هذا هي مستوى التسهيل أمر الزواج، وأنه أمر كلش سهل في حياتنا إسلاميا، كلش سهل. الآن التصعيبات الموجودة اللي تخلي طريق الزواج صعب، بحيث أن الشاب يوصل إلى سن كبير وما يقدر أنه يتزوج، ما يقدر أنه يتزوج، شو يسوي في روحه هذا الرجل، هذا الشاب؟ من طريق الزواج عندكم، عندنا إحنا صعب، ومن طريق ثاني رغبته وطاقته وغريزته تدعوه إلى إشباعها، شو يسوي؟ إحنا إذا سدينا هذا الباب بلا شك ولا ريب راح ينحرف إلى الباب الأبواب الأخرى المحرمة. فعشان كذي إحنا دائما ما ندعو إلى تسهيل أمر الزواج بصورة كبيرة. هل هذا بمستوى من الصعوبة بحيث إحنا ما نقدر نسويه؟ ممكن أنتون كمجتمع مرخي تتعاهدون بينكم وبين بعضكم أن أنتون تسهلون هذا الأمر، ممكن لو لا. مثلا أنا راح أطرح إليكم هذا الاقتراح، ممكن الواحد يقول أن سالفة مهر المثل 1000 دينار الآن وما أدري شلون، إحنا ما نقدر ننزل هذا المستوى أنه هذا المهر لازم يدفع. ممكن أن أنتم تتعاهدون أن بقية الأمور الثانية اللي هي أصلاً هي أصل الصعوبة، الصالات والتعديلات وما شابه وإلى آخره، أصل الصعوبة هني مو 1000 دينار. الحين سالفة 1000 دينار المهر سهلة أن الواحد يحصلها، لكن القضايا الثانية هي للصعب. تتعاهدون بينكم أن أنتم هذه الأمور تلغونها مهما كانت. أي بنت موجودة في أحسن بيت في هذا العالم مهي أفضل من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله ما كان أمر زواجها بالصعب المستصعب. أمر ثاني أنا أقترح إليكم هذا الاقتراح، وهذا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقني وأسوي في كل مكان. ممكن أن كل واحد من أهالي المرخ، كم تعدادكم؟ كم؟ 1000؟ 35,000؟ 1000. هذين الألف لو كل واحد دفع 10 دينار كان بيصير 10 في 1000 10,000، صح؟ 10,000 هذه الزوج كم واحد؟ 5. كل شهر ممكن أن كل واحد منكم يدفع من هذه 1000 يدفع 10 دينار، وكل شهر 5 بيوصل. ممكن أن أقول على شيء سهل كلش،
ممكن ان واحد بس منكم يضرب على صدره ويقول انا بجول هذا المشروع وبستمر فيه. ممكن رئيس المات، ممكن واحد موثوق فيه عنكم، رئاسة صندوق ما شابه. المهم ان انتون واحد منكم يسوي هذا الشيء، 10,000 دينار كل شهر الى مدة سنة، الى مدة سنة، وزوجوا عزابكم، زوجوهم، شو المشكلة؟ خلوهم يتزوجوا. مشكلة كبيرة، انا ما قاعد اتحكى عن مشكلة ما قاعد اشوفها. انا قريب من يسمون الفئة الشبابية بشكل كبير، واشوف حاجتهم الكبيرة، واشوف حاجاتهم اللي يتألمون عشانها. اليوم الصبح جاني واحد في البيت، ام بي اتزوج. زين حبيبي اتزوج، شو مشكلتك؟ ابوي يقول لي اول شيء كون روحك. قلت له انزين شنو معنات انك كون روحك؟ شنو معنى تكون روحك؟ لازم يصير عندك هلقة 5,000 دينار عشان تتزوج، لازم يصير عندك هذا. بالله عليكم انتم تعرفون الحياة اللي نعيشها احنا، من هو بيقدر يسويها؟ متى بيتزوج؟ لمتى يوصل عمره 30؟ اوكي، لما يوصل عمره 30 انت ما عندك الرغبة اللي عنده؟ يعني هو ما فيه رغبة، انت فيك رغبة؟ الله سبحانه وتعالى يوم يوزع غريزة الجنس والرغبة في الطرف الآخر وزعها على الناس كامل إلا ولدك. يا جماعة خلونا يسمون عيشوا نفس الفكر، عيشوا نفس الهم. أنا أدري أنه يحتاج، وأنتم تدرون أيها الآباء الحديث يقول من حق الابن على أبيه 3، أن يحسن تسميته، وأن يربي بالحسنة، وأن يزوجه إذا بلغ. احنا ما بنقول لك تعال زوج ابنك، ممكن انت ما تقدر، لكن هذا مشروع اجتماعي ممكن ان انتم تتعاهدونه وتسوونه، ويجي مولد الامام الجواد السنة الجاية. هاي الشباب هذين اللي جالسين قدامي اللي اعرف كم واحد منهم اعزب اتزوجوا وافتكشينا منهم. هذا هو حياة الامام الجواد، هذه هكذا الامام الجواد هو القدوة، القدوة لكل الشباب، الشباب الذين هم يستطيعون أن يتحركوا ويستطيعون أن يغيروا. طبعا أكيد يسمون، لما حين قاعد أتكلم عن الشباب أن احنا نزوجهم يغارون الكبار للزوجة، يقول حبا عن نبي نزوج، اشتغلوا على روحكم نزوجهم. أما احنا الشباب نبي نزوجهم الكبار ما لي دخل، عشان ليسوا لي النسوان سأل، فبعدين يقولون أنت تزوج رجالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طبعا موجود جلوات إن شاء الله يتقدم الحين الأخ اللي الرادود اللي راح يقدمها إليكم في حب الإمام الجواد سلام الله عليه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجمع غير منحل ومنتهي إلا عن ذنب مغفور إن شاء الله بحق إمامنا الجواد سلام الله عليه، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه، وأن يجعلنا ممن يطلبون بحق جده الإمام الحسين مع ابنه الإمام القائم الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.